سحبه كل اللي موجود، اللي انا عايزه اخرج، انا عايزه محدش يشوفني بالمنظر ده، محدش يشوفني وانا بالمنظر ده، ده بس كل هدفي. ده بالنسبة لك كان الأهم بالنسبة لك ما وقتها؟ هو ايوه، انا قدام الطلبه بتوعي، قدام اصحاب ولادي اللي ممكن يتمردوا على ابني يقولوا مامتك حصل لها وحصل لها، ده كل تفكيري. ابني في سن حرج، تالته اعدادي، اللي هو سن ممكن اي حد يقول له اي كلمه ممكن يعني متأثر فيه طبعا، هو هتاثر فيه جامد، وممكن متأثر فيه تتحوله لاي حاجه تانية. انا بالظبط. معلمه وفاهمه يعني ايه في السن ده، ممكن يتمرد وممكن يضرب وممكن يعمل مشاغبات كتير. انا كل ده كان بيدور فيلم بسرعه كده في دماغي. فالفكر كله ان انا عايزه اخلص من ان انا فيه، فكل بيحوش لدرجه ان هو مفكرين ان انا ماسكاها، فبقول لهم انا ايدي، انا مش ماسكه حد ايدي اهو. فزميلتي شدتني جامد، خرجت من الموضوع، كان طبعا الطرحه انا شايف كانه لا في ايد حضرتك. يعني ايه حجم الاصابه اللي انت تعرضت لها؟ انا حصل سحل في رقبتي من الطرحه اللي وهي بتشد فيها، حصل لي جرح من هنا لهنا، في رقبه حضرتك؟ السطح اللي هو من نتيجة السحل اللي أنا تعرضت له. تمام. هل هي اكملت تعدي او ضربت حضرتك، ولا كان ده الموضوع لحد هنا كده، وبعد كده نزلوا فصلونا، وبعد كده هما المفروض كده نزلوا. زمان ظبطت الدنيا واتصلت ب 122 النجدة شوية، والنجدة جت. طب المشاجرة بتبقى طرفين كده، مش مشاجرة كده، انت كنت موجودة وحد اتعدى عليك كده، مش ما هو مشاجرة. الفيديو حضرتك موضح، انا كنت واقفه بقول لها اتفضلي حضرتك انزلي، ده اللي انا عملته، بس ما ينفعش كده، دي اللي انا قلته لها، ده اللي انا قلته، ما ينفعش كده. طيب خلينا نقول للسادة المشاهدين يعني حاجة بسيطة بخصوص ايه اللي حصل، او ايه سبب الموضوع ده، ايه في ايه موضوع استدعاء ولي امر اللي جه لطالب. بص حضرتك، ده حاجة أنا معرفهاش غير مستر أحمد طبعا، لأن أنا مكنتش في الوقت ده، بس اللي أنا سمعته من مستر أحمد وهو في التحقيقات إن كانت في مشكلة مع مدرسة، والولد دور المدرسة لجأت ليه علشان هو بتتطول عليها. فالمدرس دخل سأل الأولاد، خد معاه كمان مستر، هو قال هو كده قال لي كان معاه مدرس كان معاه تاني. مدرس تاني، ودخلوا الفصل، حصل كده للولد، حصل كده ان انت يا ولاد الولد ده قال كده، او سيف قال كده. الطلبة قالوا له ايوه يا مستر، فبالتالي راح قايل له ينفع كده، واعتقد هو زي ما هو قال بالظبط في التحقيق، انا عملت له كده في كتفه، ده اللي هو قاله في التحقيقات، وده عادي اللي يعني الاولاد قالوه، شيء عقابي بسيط من أي معلم للتنشئة للطفل يعني أو او للصغير، الموضوع عشان بسيط الاولاد التانية يعرفوا ان مش إن في الى ثواب حد وفي ما عقاب. دي اللي انا اعرفه. بعد كده وليت الامر مستر احمد حكاه، انا طبعا المفروض هو اللي يقول، انا بس عشان انت سألتني، هو قال في التحقيق ان الاولاد هو وهو بيكتب كان لسه الحصة، هو طبعا احنا عندنا بريكين، بريك اطفال صغيره اللي احنا كنت فيه، وفي بريك وفي طلبه شغالين فوق اللي هم الصفوف الاولى العليا. عظيم. الصفوف العليا دي كانت هو شغال ولسه بدأ حصته، تمام. فهو بيكتب التاريخ بتاعه ولسه بيقول انا كنت لسه بشتغل، لقيت اللي هي والده الطالب ووالده بالترتيب كده، والده ووالدته والولد. الست دخلت، انت احمد ناصر؟ قال لها ايوه. بتقول انا، هو قال انا لقيت القلم كده يا دوبك بعت براسي، لقيت النضاره وقعت اتكسرت، وبعد كده نزل والده عليه ضرب. ضرب، والولد سيف، وهو بعد كده بدأوا يمسكوا الديسكات ويحدفوها عليه.